السلام عليكم ورحمة الله. أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، أهلا بكم. وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى ينعم بميدالية الخدمة الممتازة على عدد من قادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية. شرطة عمان السلطانية تحتفل بتخريج عدد من الضباط المرشحين. وزارة الداخلية تحدد الثالث من فبراير القادم موعدا لتقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة. رئيسة الوزراء البريطانية تحذر من دخول بلادها منطقة مجهولة في حال رفض النواب اتفاق الخروج، وتستبعد إجراء تصويت آخر للانسحاب. أما في أخبارنا الاقتصادية فتتابعون: أكثر من 6 ملايين ريال عماني إجمالي قيمة تداولات سوق مسقط الأوراق المالية في مستهل جلساته الأسبوعية. وتتابعون في الأخبار الرياضية: المنتخب الوطني الأول يواصل تحضيره لمواجهة أوزبكستان الأربعاء المقبل، وذلك ضمن المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأنعم بميدالية الخدمة الممتازة على عدد من قادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية، حيث قلد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك هذه الميدالية في الاحتفال الذي أقيم بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية الذي يصادف 5 يناير. يأتي تقليد هذه الميداليات حرصا من جلالته حفظه الله على تثمين الجهود المتواصلة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية لرفعة هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. كما قلد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك ميدالية الكفاءة لعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية، وكرم عددا ممن قضوا فترة طويلة في الخدمة. هذا واحتفلت شرطة عمان السلطانية بتخريج دورات من الضباط المرشحين على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوة، تزامنا مع احتفالها بيومها السنوي الذي يصادف 5 يناير من كل عام. رعى الاحتفال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة. الاحتفال بيوم شرطة عمان السلطانية يوم يجدد فيه حماة الحق الوعد والعهد متوشحين بكل معاني الفخر والاعتزاز راية المجد في ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، حيث اشتملت هذه المناسبة على تخريج دورات من الضباط المرشحين. مراسم الاحتفال أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، حيث أدى الخريجون التحية العسكرية لراعي المناسبة لدى وصوله المنصة الرئيسية. الاستعراض العسكري الذي قدمه الخريجون عكس مدى كفاءة التدريب الذي اكتسبه الخريجون واستيعابهم لمختلف المناهج خلال مرحلة التدريب بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. نحن
ونظير التفوق كرم راعي المناسبة أوائل الخريجين من الضباط المرشحين بالجوائز التقديرية. عقب التكريم ردد الخريجون نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق وأدوا قسم الولاء ثم هتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وبانتهاء فعاليات الاستعراض استأذن قائد الطابور بمغادرة ميدان الاستعراض العسكري. شارك في فعاليات هذا الاستعراض ركب لفرسان خيالة شرطة عمان السلطانية. كما قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية فقرة موسيقية استعراضية أمام المنصة الرئيسية. الحمد لله رب العالمين تسنى هذه المرحلة بكل ما فيها من تعب ومشقة في هذا المكان الصرح الشامخ بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، ونسأل الله العلي القدير بأن يوفقنا في خدمة هذا الوطن الغالي. الحمد لله رب العالمين على تخرجنا في هذا اليوم المجيد، أعاهد نفسي أن أبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطنين. وتزامنا مع هذه المناسبة كرم معالي الشيخ وزير القوى العاملة قيادة شرطة محافظة مسقط لحصولها على كأس مسابقة البحث الجنائي. وفي مسابقة السلامة المرورية تم تكريم قيادة شرطة محافظة ظفار لحصولها على المركز الأول، كما تم تسليم كأس مسابقة المشاة لقيادة شرطة المهام الخاصة. نبارك لكافة منتسبي جهاز شرطة عمان السلطانية باليوم احتفالهم هذا في اليوم السنوي وتخريج الدورة 41 من الضباط. والحقيقة شرطة عمان السلطانية تحظى باهتمام وعناية بالغة من لدن مولاي حضرة صاحب الجلالة، والذي حققه منتسبي أفراد شرطة عمان السلطانية في التقدم والتطور الكبير الملحوظ بالنسبة للموارد البشرية وللقوة والعتاد، على اعتبار أنه تحقيق الأمن لهذا البلد ركيزة أساسية من ركائز التنمية، وهذا ما سهرت عليه شرطة عمان السلطانية وحققت هذه الإنجازات. نفتخر بزملائنا الضباط الذين انضموا إلينا للعمل في مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية ليكونوا حراس أمن أوفياء لهذا الوطن وقائده المفدى. الرائد حمد بن هاشم القريني، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نزوة. أعلنت وزارة الداخلية عن موعد تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 3 فبراير 2019 وحتى يوم الخميس 21 من الشهر نفسه، وذلك وفقا للقرار الوزاري بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة وموعد سحبها، حيث سيكون آخر موعد لسحب الترشح يوم الخميس 22 أغسطس 2019. ونوهت الوزارة للراغبين في الترشح بتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك المتوفرة في الموقع، مع إرفاق المستندات المطلوبة في تلك الاستمارة كاملة. يعتمد مقترح تعديل لائحة التعميم للعمانيين بالوظائف الأكاديمية بجامعة السلطان قابوس أهم ما بحثه مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه، ووافق المجلس على اعتماد طرح برنامج ماجستير الفنون بكلية التربية في تخصصي الفنون التشكيلية وتدريس الفنون، كما اعتمد المجلس تغيير أسماء بعض الأقسام بكليات الجامعة. واطلع المجلس على التقرير النهائي للبرنامج الصيفي المستكشف الناشئ، وهو أحد البرامج الصيفية الفريدة من نوعها، وهو موجه للطلبة المجيدين في الرياضيات في المراحل الدراسية المتقدمة. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة مجلس الجامعة. تواصل وزارة القوى العاملة إجراء مقابلة التوظيف للباحثين عن عمل، حيث سيتم دعوة 3457 باحثا عن عمل للتنافس على الفرص الوظيفية المعروضة.
وسيتنافس المتقدمون على 277 فرصة عمل في منشآت القطاع الخاص، حيث قامت العديد من شركات القطاع الخاص بالمبادرة وإعلان العديد من الوظائف الشاغرة كشركة تنمية نفط عمان وشركة الغاز العمانية وشركة نماء القابضة وغيرها، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة ومختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل في مختلف التخصصات. لإيجاد فرص عمل للشباب العماني عبر برامج التدريب من أجل التوظيف، وقعت شركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقيتين، وأبرمت الشركتان مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز مبادرة القيمة المحلية المضافة. وبموجب الاتفاقية ستمول شركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال برامج تدريب من أجل التشغيل للباحثين عن عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد. كما وقعت شركة تنمية نفط عمان وهيئة تنظيم الاتصالات على مذكرة تفاهم تتعلق بتدريب 200 شاب عماني باحث عن عمل لمدة سنتين، تمهيدا لتأسيس مشاريعهم الخاصة في قطاع الاتصالات، تمجيا مع توجهات الحكومة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للعمانيين. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن بلادها ستواجه المجهول إذا رفض البرلمان مقترح الخروج خلال تصويت مزمع إجراؤه الأسبوع القادم. وخلال حديث لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، تعهدت ماي بالحصول على تطمينات من بروكسل بشأن الحدود الإيرلندية والمنافع التجارية، معتبرة أن رفض البرلمان قد يفضي إلى عدم خروج بلادها من الاتحاد. ماي جددت رفضها إجراء استفتاء ثان على الانسحاب، وقالت إن من شأن ذلك إثارة انقسام داخل المجتمع البريطاني. قالت مصادر إعلامية إن الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي قد تعقد في العاصمة الأردنية عمان. في غضون ذلك، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إجراء محادثات في صنعاء لبحث تنفيذ اتفاق السويد المتضمن نشر قوات أممية في الحديدة وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. هذا ومن المقرر أن يلتقي جريفيث في وقت لاحق في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين حكوميين آخرين. تسببت العاصفة المدارية بابوك في وفاة 4 أشخاص وإجلاء آلاف السكان إلى مناطق إيواء. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية إلى انحسار العاصفة بابوك بعد أقل من يومين من وصولها إلى اليابسة، حيث تسببت الحالة المدارية بفيضانات ألحقت أضرارا بمئات المنازل وانقطاعات في التيار الكهربائي، في حين استؤنفت الرحلات الجوية بعد تباطؤ سرعة الرياح. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. الآلاف في كوريا الجنوبية يتحدون الطقس البارد لصيد السلمون من بحيرة متجمدة.
جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى ينعم بميدالية الخدمة الممتازة على عدد من قادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية. شرطة عمان السلطانية تحتفل بتخريج عدد من الضباط المرشحين. وزارة الداخلية تحدد 3 فبراير القادم موعدا لتقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة 9. رئيسة الوزراء البريطانية تحذر من دخول بلادها منطقة مجهولة في حال رفض النواب اتفاق الخروج، وتستبعد إجراء تصويت آخر للانسحاب. استقبل معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية وفدا طلابيا من جامعة هيوستن الأمريكية الذي يزور السلطنة حاليا. وقد اطلع معالي المستشار الحضور على سياسة السلطنة التنموية ومناقشة أوجه التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة في المجالات الثقافية وغيرها من المجالات. وعبر الحضور عن سعادتهم بهذه الزيارة وإعجابهم الكبير بما حققته السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. أجرت المستشفيات والمراكز الصحية بالسلطنة أكثر من 114 ألف عملية جراحية خلال عام 2017. وسجل مستشفى خولة أعلى عدد من العمليات الكبرى بنحو 7600 عملية. أينما تولي قبلتك في ربوع الوطن تجد ثمة مركزا صحيا قد سكن حتى القرى الريفية البعيدة. في إحصائية جديدة نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات توضح أن العمليات المجرى في المستشفيات والمراكز الصحية بلغت ما يقارب 114 ألف عملية جراحية خلال عام 2017، منها عمليات كبرى بنحو 50600 وعمليات صغرى بنحو 63400. مستشفى خولة يسجل أعلى عدد من العمليات الكبرى بين مستشفيات السلطنة، وذلك بأكثر من 7600 عملية مشكلة نحو 15% من العمليات المجرى على مستوى السلطنة خلال عام 2017. الإحصاءات بيّنت أن العيادات الخارجية بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة سجلت في عام 2017 أكثر من 15,792,000 زيارة للمرضى، فيما أوضحت أن العيادات الخارجية بمؤسسات القطاع الخاص سجلت أكثر من 3,868,000 زيارة للمرضى. اليوم وصل عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمختلف محافظات السلطنة 49 مستشفى و23 مجمعا صحيا و184 مركزا صحيا يعمل فيها 6,200 طبيب، من بينهم 2,420 اختصاصيا واستشاريا، فيما بلغ عدد أطباء الأسنان 321 والصيادلة 551، فيما بلغ عدد الممرضين والممرضات أكثر من 14,400، وأعداد أخرى من الفنيين في تخصصات صحية مختلفة. ستكتب أرقام جديدة في سجلات وزارة الصحة وتحبر بأسماء قوى وطنية تسري في شرايين المؤسسات الصحية خدمة للمواطن في المقام الأول. بلغ عدد الزوار القادمين إلى السلطنة 1,800,000 زائر، أغلبهم قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي حتى نوفمبر من العام الماضي. الإحصائية التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت إلى أن الهنود والبريطانيين والألمان
أكثر سياح السلطنة بعد الخليجيين. 1,800,000 زائر للسلطنة قدموا للتمتع بالمعالم الحضارية والتاريخية والتراثية والمقومات السياحية والخدمات الفندقية العالية الجودة والشواطئ الممتدة. الإحصائيات التي سجلت من بداية عام 2018 حتى نوفمبر من العام نفسه بلغ فيها إجمال إيرادات الفنادق المصنفة من 3 حتى 5 نجوم 189 مليون ريال عماني. التقرير الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت مؤشراته أن أعلى 5 جنسيات من الزوار القادمين للسلطنة كانت من الخليجيين الذين زادوا عن 1,000,000 زائر. جاء بعدهم الهنود بأكثر من 300,000 زائر، تلاهم البريطانيون بأكثر من 130,000 زائر، فيما جاء من ألمانيا أكثر من 113,000 زائر، ومن الجنسية الباكستانية قدم 81,000 زائر. كما أظهرت الإحصائيات أن شهر نوفمبر وحده بلغ فيه الزوار أكثر من 160,000 زائر بزيادة لأكثر من 4% عن العام 2017، وبلغ عدد زوار السفن السياحية 137,000 زائر أغلبهم من الجنسية الألمانية، تلاهم البريطانيون والإيطاليون والأمريكيون والهولنديون. هذه الزيادة في أعداد زوار السلطنة تأتي مع بدء تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة الرامية لاستقطاب 11 مليون سائح بحلول العام 2040 عبر تحديد 3 مراحل يتم تنفيذها على مدى السنوات 25 القادمة، حيث يتبنى القطاع السياحي 16 مبادرة متنوعة بهدف تعظيم الناتج المحلي والمساهمة المباشرة في عملية التنمية المستدامة. الآن مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الاقتصادية والزميل خالد العبري. أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. أكثر من 6 ملايين ريال عماني إجمالي قيمة تداولات سوق مسقط للأوراق المالية في مستهل جلساته الأسبوعية، فيما أغلق مؤشر سوق مسقط على ارتفاع رابحا 26 نقطة متأثرا بارتفاع جميع أسواق المال الخليجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، وإليكم حركة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية في أولى جلساته الأسبوعية. بقيادة جميع القطاعات الرئيسية مؤشر سوق مسقط أنهى أولى جلساته الأسبوعية في المنطقة الخضراء معاودا لمستوى 4300 نقطة. بالانتقال إلى قيمة التداول هي الأخرى شهدت نشاطا اليوم جاوزت 6 ملايين ريال عماني، فيما تم التداول بأكثر من 21 مليون ورقة مالية. الشركات الأكثر نشاطا في جلسة اليوم تصدرها سهم شركة التأمين الأهلية، حيث تداول سهم الشركة بعدد 9 ملايين سهم، كما تصدر أيضا سهم شركة التأمين الأهلية قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بقيمة جاوزت 3,200,000 ريال عماني. أسواق المال الخليجية، إذا تحدثنا عن تلك البورصات هي الأخرى شهدت نشاطا، أو جميع الأسواق أغلقت في المنطقة الخضراء. أو سوق السعودي أغلق عند مستوى 7,922 نقطة، يليه أيضا سوق دبي أغلق عند مستوى 2,531 نقطة. هناك أيضا ارتفاع في سوق الدوحة بمستوى 10,352 نقطة، وكذلك صعود لسوق أبوظبي متجاوزا مستوى 4,300 نقطة. أخيرا سوق البحرين أغلق عند مستوى 1,330 نقطة. كان هذا مشاهدينا أبرز ما تضمنه سوق مسقط الأوراق المالية، إضافة إلى قراءة سريعة لأسواق المال الخليجية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء. أعلنت الشركة الوطنية للعبارات عن ارتفاع أعداد المسافرين على متن رحلاتها خلال العام الماضي 2018 إلى 243,069 مسافرا، محققة نسبة إشغال بلغت 59% ونسبة نمو قدرها 1% مقارنة بعدد المسافرين خلال العام 2017.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن الشركة إلى أن العبارات نقلت على متنها خلال العام الماضي حوالي 61,244 مركبة، محققة نسبة إشغال بلغت 52% وانخفاضا نسبته 1% مقارنة بالعام 2017، كما تم شحن 13 طنا و184 طنا من البضائع والمعدات والمركبات الثقيلة. وقعت بلدية مسقط وشركة بيت بيال للاستثمار اتفاقية لإقامة مجمع تجاري بمنطقة الخوير بولاية بوشر وتطوير منتزه الخوير وصيانته، ونصت الاتفاقية على منح الشركة حق الانتفاع من قطعة الأرض البالغة مساحتها أكثر من 3000 متر مربع لتنفيذ مجمع تجاري والالتزام بالصيانة الدورية لمرافق المشروع وملاحقه طوال مدة الانتفاع. وقع الاتفاقية من جانب البلدية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط. تجسيدا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وترجمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقعت بلدية مسقط اتفاقية انتفاع بأرض البلدية لإقامة مجمع تجاري بمنطقة الخوير بولاية بوشر مع شركة بيت بيان للاستثمار. انتهجت بلدية مسقط في الفترة الأخيرة في اختيار المشاريع والدخول في شراكة متميزة مع القطاع الخاص في اختيار المشاريع ذات القيمة المضافة. هذه الاتفاقية بالنسبة لنا تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نحن نرفع أيضا من خلالها نسب التعمين وتعيين المواطنين العمانيين في هذا القطاع الواعد. الاتفاقية التي تؤكد على حرص بلدية مسقط على تحقيق الاستثمار الأمثل لمنشآتها ومرافقها الخدمية تتيح لشركة بيت بيان للاستثمار البدء في أعمال تنفيذ المشروع خلال عام من تاريخ توقيع العقد. هذا المشروع بطبيعة الحال حوالي 6000 متر مربع، يحتوي على 36 محل تجاري و200 موقف، وأيضا من ضمن الاتفاقية مع بلدية مسقط أن نقوم بإذن الله تعالى بعمل ألعاب للأطفال وصيانة المتنزه القريب من المركز التجاري. فكرة المشروع جاءت لتخدم التوسع السكاني والعمراني وتلبي حاجة السوق للمساحات التجارية بتصور عمراني مبتكر، فهو عبارة عن مجمع تجاري متكامل يتكون من دورين يحتوي على 36 وحدة تجارية، ويتوسط المجمع التجاري بهو مكون من مساحات خضراء وجلسات لتناول الأطعمة في الهواء الطلق. أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن المواصفات القياسية الخليجية الموحدة الخاصة بالمبيدات الحشرية المنزلية لا تنطبق على عبوات الأيرسول ذات الصمام المزود بعداد والأيرسولات التي تنثر كل محتوياتها مرة واحدة. وأشارت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن المواصفات حددت الاشتراطات الواجب توفرها في مبيدات الحشرات المنزلية بعدم احتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان تحت ظروف الاستخدام العادية، خصوصا مركبات الهيدروكربون الحلقية المهلجنة غير المشعة، وأن تكون المواد الدافعة في المبيد مواد خاملة من الناحية الكيميائية غير مضرة بالبيئة، مضيفة أن المواصفات وضعت شروط التخزين والنقل والتداول لضمان صحة وسلامة المستهلك. حددت الهيئة العامة لسوق المال مدة سنتين كفترة ترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات من أجل ممارسة عمليات التدقيق على الشركات الخاضعة لرقابتها. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل عملية متابعة وتقييم المكاتب واستيفائها بمتطلبات ممارسة المهنة ومدى تحقيقها للمستويات المطلوبة من كفاءة وفعالية وجودة الأداء المهني، لتسهم في تسهيل نقاط القوة والضعف في الأداء المالي للشركة بما يعزز من نموها وقدرتها على التطوير في خدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير الحماية الفاعلة للمستثمرين من خلال توفير البيانات السليمة التي يعول عليها في اتخاذ القرار الاستثماري في سوق مسقط للأوراق المالية. النشرة الاقتصادية انتهت، شكرا لكم على المتابعة.
أهلا بكم ثانية. تعتبر الضغوة أو الضاغية إحدى أساليب الصيد التقليدية التي يمارسها الصيادون في سواحل السلطنة. وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في دوائر التنمية السمكية تنظم هذا النشاط الجماعي للصيادين بهدف التقنين من خلال إصدار التصاريح الخاصة بها. أنعم الله على عمان بشواطئ ممتدة ونشاط بحري نالته رعاية الحكومة ممثلة في دوائر التنمية السمكية التي تحرص على تنظيم أنشطة الصيادين، ومنها ما يعرف بحسب تقليد البحارة بالضغوة. العاملين في هذه المهنة كلهم من العمانيين 100%، من كبار السن والشباب، وهذه العملية الضاغية تفتح فرص عمل للشباب، كما أنها عملية الضاغية تنظمها لائحة صادرة من وزارة الزراعة والثروة السمكية، تصدر فيها تراخيص تحدد أنواع الضغاوي، الأماكن الضغوة. يدفعون القارب للبحر إيذانا بنشاط يوم جديد، يجدفون بسواعدهم تفاديا لصوت المحرك وهروب الأسماك الصغيرة فيما يعرف عندهم بالدفور، ثم عودة القارب للبر ويعرف بالهبطة. يرمون الشباك على مساحة معينة تسمى التصديرة ويتبعها الفرش، بينما تحلق الطيور حول المكان لترشد الصيادين لمكان تجمع الأسماك. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن نبغى وعندنا تصاريح حق بغاوي من الوزارة جزاهم الله خير، ما قصروا وأعطونا تصاريح وسمحونا بالضغاوي. في وقت لاحق يبدأ سحب الشباك من جهتين، حيث يسمى الجانب الأيمن بالكوسي ويعرف الجانب الأيسر بالشمالي، بعد إشارة تأتيهم من أحد الصيادين في القارب. وفي الجانبين تشتعل الحماسة مع الأهازيج الشعبية الجميلة، مع اعتزاز الشباب بهذا التقليد الذي ورثوه من أجدادهم. اعتبر هذا موروث شعبي من أجدادنا، والحمد لله رب العالمين صدنا اليوم برية وهذا رزق اليوم، ودائما فيهم الشباب حماس وشلة، ومن الموروث الشعبي طبعا شلات ما مثل هذه الشلات الحين اللي طالعة، لما الموروث الشعبي يعتبر شلات قديمة، هذه من زمن الستينات والسبعينات شلات اللي معنا، والحمد لله رب العالمين الله وفقنا. يجتمعون في نهاية هذا الجهد حول الشباك لجمع حصيلة اليوم مما يعرف بالبرية، وهي الأسماك الصغيرة التي تجفف في أماكن نظيفة تعرف بعد التجفيف بالقاشة، بينما يجمع بعض الشباب شباكهم لتجفيفها لنشاط يوم آخر. من أراد أن يشعر بأهمية العمل الجماعي والحماسة والتنظيم فعليه أن يتابع جانبا من الضغوة عند أهل الساحل الذين جعلوا شباكهم ببراعة مرمى لخير البحر ونعمه. عبد العزيز بن حمد العجمي، ولاية صحار، محافظة شمال الباطنة. وننتقل بحضراتكم إلى الأخبار الرياضية مع مزول الحسنية. شكرا لجينا، أهلا بكم مشاهدين. واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته المسائية على الملعب الفرعي باستاد الشارقة الرياضي، تحضيرا لمواجهة أوزبكستان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، والتي تضم أيضا منتخبات اليابان وتركمانستان. وركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الهولندي بيم فيربيك على تطبيق الخطة التي سيلعبها الأحمر في مباراته الافتتاحية، ورفع مستوى اللياقة للاعبين، خاصة وأن المنتخب المنافس يتمتع باللياقة الكبيرة والسرعة في الأداء. هذا وقد غاب معتز صالح عن التمرين بعد إصابته بوعكة صحية، بالمقابل عاد علي البوسعيدي للتدريبات بعد تماثله للشفاء.
استهل المنتخب الأردني مشواره في كأس آسيا لكرة القدم بالفوز على نظيره الأسترالي حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، ويدين منتخب الأردن بالفضل في هذا الفوز للاعب أنس بنياسين الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26، وحقق منتخب الأردن فوزه الثالث على نظيره الأسترالي مقابل هزيمتين خلال 5 مواجهات جمعت بين الفريقين. وسيطر منتخب أستراليا على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة ولاحت للفريق العديد من الفرص المحققة، لكن كان الفوز في النهاية من نصيب منتخب الأردن الذي أجاد على المستوى الدفاعي. وضمن المجموعة ذاتها فرض المنتخب الفلسطيني التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المنتخب السوري، حيث نجح المنتخب الفلسطيني من خطف نقطة واحدة بعد أن لعب بأسلوب دفاعي محكم طوال شوطي المباراة، وتمكن من إيقاف الهجوم السوري بالرغم من حالة النقص العددي بعد أن طرد محمد صالح في الدقيقة 68. وفي مواجهة أخرى نجح المنتخب الهندي من تحقيق بداية رائعة بفوزه على المنتخب التايلاندي 4 أهداف لهدف لحساب المجموعة الأولى ليتصدر المجموعة بهذا الفوز برصيد 3 نقاط. تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا حضور منتخبات للمرة الأولى في تاريخها كمنتخب اليمن والفلبين وكرغستان، حيث سيشهد غدا الاثنين الظهور الأول لمنتخبات اليمن والفلبين وكرغستان في بطولة كأس أمم آسيا. وستنطلق منافسات الغد بمباراة منتخب كرغستان مع الصين في العين، ثم تلتقي الفلبين مع كوريا الجنوبية في دبي، وذلك ضمن المجموعة الثالثة. ويستهل منتخب اليمن مشواره في البطولة بملاقاة إيران ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا العراق وفيتنام، ويأمل المنتخب اليمني الظهور بشكل جيد في البطولة بالرغم من صعوبة المهمة أمام المنتخب الإيراني الذي يملك 3 ألقاب قارية. وإلى الخبر الأخير مشاهدينا، حيث انطلقت في ميدان الهجانة السلطانية للمزاينة مسابقة مزاينة الإبل التي تنظمها الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. المسابقة التي يشارك فيها أصحاب وملاك الهجن من كافة ولايات السلطنة تتضمن 32 شوطا لكافة فئات الهجن على مدى 5 أيام. مزاينة الإبل المحطة العاشرة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية في موسمه 16، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، حيث سيكون ميدان المزاينة التابع للهجانة السلطانية بولاية بركة وعلى مدى 5 أيام مسرحا لاستعراض النوق الأجمل والأجدر أن تخضب بماء الزعفران في مسابقة مزاينة الإبل على مستوى السلطنة. المزاينة تتطور في كل عام، ونحرص على التجديد وعلى زيادة الدعم. هذا السنة من ضمن الأشواط الجديدة هي أشواط التلاد، وكذلك بعض الزيادات في الأشواط الأخرى. 32 شوطا لمختلف فئات النوق ستتنافس على الجوائز التي رصدتها الهجانة السلطانية، حيث سيتم شراء النوق المتوج بالمركز الأول في كل فئة، إضافة إلى تخصيص عدد من السيارات والجوائز النقدية، وهما يعد تشجيعا لأصحاب الهجن في الحفاظ على هذا الموروث والاهتمام به باعتباره مصدر دخل لشريحة واسعة من أبناء المجتمع، ناهيك على أصالة النوق العمانية التي تحظى بإقبال كبير لاقتنائها من المهتمين بالنوق من داخل وخارج السلطنة. في حلال شبه مكتمل، وفي حلال في نواقص بسيطة، الهيكل مع الراس مع الغارب مع الذلالة مع طول عمرك مقف الناقة أول يعني بدايتها ومخرتها يعني، وكذلك على ذلك الحلال يريد مضمر يرفع الحلال بالقبلة وبالطعام وبالضمار، له دور فعال يعني. مهرجان الهجان يعتبر داعم قوي وداعم كبير لملاك الحلال اللي في السلطنة كافة. والله المنافسة قوية والحلال كثير وحلال قوي،
وما يعني ما يشارك هنا إلا عنده حلال قوي وحلال منافس. فئة الفطائم قصت منافسات اليوم الأول من خلال 6 أشواط بعد أن خضعت النوق المتنافسة للفحص من قبل لجنة التشبيه والتسنين، ليكون الإعلان عن من خطف اللقب تتويجا مستحق بعد أن قالت لجنة التحكيم كلمتها في احتفالية ارتداء وشاح الفوز والتخضيب بالزعفران تكريما للنوق الفائزة. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان الهجان السلطانية لمزاينة الإبل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. إذن مشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، عود الآن إلى الزملاء. لم تثني برودة الطقس والجليد الصيادين في مهرجان الصيد السنوي المقام بكوريا الجنوبية من ممارسة هواية الصيد وإن كان أسفل طبقة جليدية صلبة. ولأن حرارة التنافس تكشف عن المستحيل، فقد ابتكر الصيادون أفكارا جديدة لصيد سمك السلمون أغلى الأسماك وأشهاها، فنجحوا في ذلك، بل تعدى الأمر أن أخذ بعضهم يصطادها بيده. تحدى عشرات الآلاف في كوريا الجنوبية الطقس البارد ودرجات الحرارة التي كانت تحت الصفر لصيد أسماك السلمون من بحيرة متجمدة في مهرجان الصيد السنوي. وبحسب المنظمين شارك نحو 141 ألفا في اليوم الأول للمهرجان، وأمضوا الوقت فوق بحيرة متجمدة لصيد الأسماك من خلال ثقب صغير حفر في طبقة الجليد السميكة، بينما قفز البعض في المياه المتجمدة لاصطياد أسماك السلمون بأيديهم. وفي ختام اليوم أخذ المشاركون يطهون ما اصطادوه وتناولوا الطعام معا. استيقظنا مبكرا لنأتي إلى هنا، كان هناك الكثير من الأسماك أكثر مما توقعنا، لذا تمكنا من اصطياد الكثير، احتفظنا بالقليل وشاركنا الباقي مع آخرين، ونتناول الآن السمك المشوي. أمر رائع أن أكون هنا ليس فقط لأن السمك لذيذ، لكن أيضا لأن الصيد في المياه المتجمدة أمر ممتع. ويستمر مهرجان سانتشونو حتى 27 من الشهر الجاري في هواتشون في إقليم غانغوون على بعد 120 كيلومترا من العاصمة سول. وشارك نحو 1,700,000 شخص من بينهم 120,000 سائح أجنبي في مهرجان العام الماضي. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى ينعم بميدالية الخدمة الممتازة على عدد من قادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية. شرطة عمان السلطانية تحتفل بتخريج عدد من الضباط المرشحين. وزارة الداخلية تحدد 3 فبراير القادم موعدا لتقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة 9. رئيسة الوزراء البريطانية تحذر من دخول بلادها منطقة مجهولة في حال رفض النواب اتفاق الخروج، وتستبعد إجراء تصويت آخر للانسحاب. وفي ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. الصورة الجوية توضح انتشار السحب وسط وشمال شبه الجزيرة العربية بامتداد أجواء إيران، فيما تبقى أجواء السلطنة والمناطق المجاورة خالية من السحب المؤثرة. مباشرة إلى توقعات الأجواء للنهار القادم، وكالمعتاد نبدأ بحركة الرياح على محافظتي الوسطى وظفار التي تستمر شرقية في حدود 10 عقد،
وأيضا هنا على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب مع بحر هذه الموج، ويصل أقصى ارتفاع الموج متر وربع المتر، والرطوبة النسبية تتراوح بين 65 إلى 90%. على سواحل محافظة مسندم أيضا الرياح متغيرة الاتجاه بين 5 إلى 10 عقد مع بحر هادئ الموج، ويصل أقصى ارتفاع الموج متر وربع المتر، والرطوبة النسبية تصل إلى 85%. وعلى سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين 10 إلى 15 عقدة مع بحر بين هادي إلى متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاع الموج متر ونصف المتر، والرطوبة النسبية تتراوح بين 55 إلى 90%. مباشرة إلى توقعات الأجواء للنهار القادم، وفي محافظة مسقط الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة العظمى حول منتصف العشرينات، أيضا هنا في جنوب الباطنة في روستاق 28 مع بعض السحب المتفرقة، وفي صحار بشمال الباطنة 27 درجة مع ظهور بعض السحب أيضا بين حين وآخر خصب 25 درجة. إلى شمال الشرقية وإبرة تحديدا تبقى درجات الحرارة عند أواخر العشرينات مع أجواء مستقرة ومشمسة، وأيضا هنا في الداخلية 27 في نزوة 12 درجة، في جبل شمس عبري 27 مع أجواء مشمسة، وفي البريمي 26 درجة مع احتمال ظهور بعض السحب لا سيما خلال ساعات الصباح الأولى. إلى محافظة ظفار وفي صلالة أيضا تدفق بعض السحب المنخفضة بين حين وآخر على المناطق الساحلية والجبال المجاورة 28 درجة، في صلالة وأيضا في ثمريت هيمة 26 مع بعض السحب التي قد تظهر خلال ساعات الصباح الأولى. هنا في جنوب الشرقية أيضا في مصيرة حول منتصف العشرينات مع بعض السحب، وفي الأشخرة 27 وفي صور 27 درجة مع بعض السحب المتفرقة. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.